يعد بيض الدجاج من السلع الغذائية الغنية جدا بالبروتينات التي تساعد على بناء العضلات وتقوية الجسم، بالإضافة إلى الفوسفور الذي يعمل على بناء العظام والأسنان، بالإضافة إلى العديد من القيم الغذائية الأخرى. لذلك ينصح الأطباء المتخصصين التغذية ومدربين الجيمات ومراكز اللياقة البدنية بتناوله بشكل يومي ليحصل الجسم على القوة اللازمة. وفي الحقيقة يستجيب أعداد كبيرة جدا من الناس لهذه الدعوات ويستهلكون كميات كبيرة من بيض الدجاج يوميا. ومن هنا يمكننا أن نخرج بفكرة رائعة لمشروع مميز وناجح، وهو عبارة عن شراء البيض من مزارع تربية الدواجن بأسعار الجملة وبيعه بأسعار أعلى للمحلات والمتاجر المختلفة المتواجدة في المدن والأرياف والمناطق الجديدة وغيرهم. ولكن لكي تتمكن من تنفيذ هذا المشروع بنجاح فإنك بحاجة إلى معرفة وفهم بعض الأمور، وسنعمل على توضيحها بعناية في مركز الأحجار الكريمة في الفيديو التالي. دراسة سوق بيض الدجاج. يجب أن تقوم بعمل دراسة للسوق لمعرفة حجم الطلب في المكان الذي تنوي العمل فيه ومعرفة حجم العرض ومن هم أصحاب هذا العرض المنافسين ومع من يتعاملون، وتعرف أيضا أسعارهم وغيرها من التفاصيل الأخرى. إذا كنت تريد أن لا تستطيع القيام بدراسة السوق يمكنك التواصل معنا لمساعدتك على وضع دراسة للسوق. على الرغم من أن العملاء المستهدفين يمكن معرفتهم من خلال دراسة السوق، ولكننا يمكننا توضيحهم بسهولة تامة، حيث أنهم يتمثلون في أصحاب متاجر بيع وتوزيع البيض وأصحاب محلات السوبر ماركت والبقالة، وكذلك الأفراد الذين يرغبون في الشراء بكميات لا تقل عن كرتونة واحدة، وبالطبع عددهم كبير جدا ومنتشرين في مختلف الأنحاء. ستحتاج إلى مخزن صغير وليكن بمساحة 30 متر مربع ومزود بكافة الخدمات وعناصر الأمان، كاميرات مراقبة، طفايات حريق، نوافذ آمنة ضد الحشرات والقوارض الأقفال يصعب كسرها. كما يجب أن تكون الطرق المؤدية إلى هذا المخزن ممهدة ويسهل السير عليها لكي لا يتعرض البيض للتكسر أثناء المرور. والغرض من هذا المخزن هو استخدامه في عملية تخزين البيض لحين توريده إلى العملاء المشترين. هذا يفضل أن يكون المخزن قريب من المزارع التي تتعامل معها، وذلك لتخفيض تكاليف النقل وفي الوقت نفسه لضمان عدم السير بالبضاعة لمسافات طويلة، حيث أن البيض يمكن أن يتكسر بسهولة. كذلك ستحتاج إلى سيارة نقل تستخدم في عملية نقل بيض الدجاج من المزارع وتوصيله إلى المخزن. بالإضافة إلى ذلك تستخدم هذه السيارة بل تستخدم في عملية التوزيع على المتاجر والمحلات التي تتعامل معها. هذا ويراعى أن تكون هذه السيارة حديدة إلى حد ما لضمان عدم تعطلها، وبالتالي تضمن عدم تعطل العمل أو تلف البضاعة. يمكنك شراؤها بالتقسيط من أحد معارض السيارات أو من أحد الملاك العاديين. يمكنك عمل زيارات لأكثر من مزرعة دواجن ومعاينة منتجاتها ومعرفة أسعارها، ويمكنك الاتفاق مع المزرعة التي تمنحك أفضل سعر. هذا ويمكنك الاتفاق مع أكثر من مصدر في حال كان حجم الطلب كبير وتحتاج إلى كميات كبيرة من بيض الدجاج. ستحتاج إلى سائق يقوم بعمليات نقل وتوصيل المنتجات إلى المخزن أو إلى العملاء، ويشترط أن يتصف بحسن الخلق وعدم إثارة المشكلات. وبالإضافة إلى ذلك ستحتاج إلى مندوب توزيع وتسويق يمتاز بحسن الخلق واللباقة، وتكون مهمته في هي
الركوب بجانب السائق في السيارة ليقوم بتوزيع المنتجات على أصحاب المتاجر ومحلات السوبر ماركت وغيرهم من العملاء الذين تم الاتفاق معهم من قبل بالإضافة إلى العرض على المتاجر الأخرى التي لم يتم زيارتها من قبل. تكليف مندوب التسويق والتوزيع والسائق أيضا بالتسويق إلى المحلات والمتاجر المختلفة. لصق الدعاية على السيارات مع مراعاة توضيح نوع النشاط وأرقام التواصل عليها. محاولة بناء العلاقات مع أصحاب المحلات والمتاجر المتواجدين في مناطق ومدن مختلفة ليشتروا منه. الحصول على أرقام صغار التجار والتواصل معهم بشكل مستمر لتقديم العروض إليهم. في النهاية أدعو أي شخص لديه فكرة مشروع ويريد أن نقدم له دراسة تفصيلي عن هذا المشروع أن يراسلنا عبر الواتساب الذي تشاهدونه الآن على شاشتكم. إرسال رسالة مطلوب دراسة مشروع كذا وكذا. رسالة أخرى أوجهها لكل صاحب مشروع وليس لديه رأس مال يمكنه أن يتواصل معنا فإننا ندعمه في مشروعه. كما وجه رسالة أخيرة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن أفكار مشاريع مربحة يمكنهم التواصل معنا ويمكننا أن نقدم لهم المشورة أو حتى التعاون في إنشاء مشاريع مربحة.